في هذه الحلقة نستضيف اسم يعبق من التاريخ ليؤسس للمستقبل. إنه الشريف سيدي عبد اللطيف قيد بن عبد الله. هذا الاسم المعروف في مدينة مراكش والمولوع بالريادات يجدد روح هذه الريادات لتعيش مرة أخرى بعدما كانت أثارا في الماضي. هنا في هذا الرياد، رياد 1112 أو دار أتاي، نستضيف سيدي عبد اللطيف كي يحكي لنا هذه القصة الجميلة، هذه قصة هذا الرياد، الفكرة، الروح، التاريخ. نستضيفه كي يحكي لنا أيضا كيف هذا الولع الجميل، هذه الروح التي تعبق من التاريخ. أهلا بك سيدي عبد اللطيف. شكرا لكم ونرحب بكم في هذا الرياد. هذا رياض سميناه 1112 نسبة لواحد التاريخ كاين هنا في هذه السقوف هذا الرياض. عادة في التقليد عند الصنايعية وعند الناس اللي الفنانين اللي بنوا هذه الرياضات ما كيديروا لا تاريخ ولا توقيع، وهنا كاين هذه الخاصية أن هذا الرياض هذا هذا الديكور اللي موجود فيه دابا تعاود في 1112 هجرية. والقصة ديال هذا الرياض هذا احنا بعدا كنتوجدوا في المثلث الذهبي ديال المدينة العتيقة ديال مراكش اللي هو الحي ديال المسجد بن يوسف، المدرسة بن يوسف، القبة المرابطية، يعني هذا المثلث الذهبي. وهذه القضية العارفين في مراكش وفي التراث يعرفوا هذه المسألة هذه. هذا الرياض عندي انا معاه واحد القصة يعني ديال المكاتب كيف كنسميوهم. هذا الرياض كنت زرته في 1990، كان ساكنه فيه العائله ديال الفقيه جلول. هذيك الساعه الفقيه كان توفى من قبل، ولكن انا كنت لقيت بولادو. وواحد سنتين ولا ثلاث سنين تقريبا بعد سنه 1990 كنت بديت واحد النقاش مع الورثه على اجل باش نقتني هذا الرياض هذا، لانه من خلال المئات ديال الرياضات اللي شفت في المدينه هذا يعتبر من تحفه من التحف النادره اللي باقيه قيمه الذات. للأسف ما كتبش وشراه واحد السيد الشريف مولاي ناصر الإدريسي. وهذا السيد تنعرفه، كنت لقاه كل أربع سنين خمس سنين تنقول لي مدرار الرياض، تيقول لي هذا واحد في 2018 جا عندي قال لي الرياض راه بغيت نبيعو، راه الدراري كبروا وأنا ما بقيش بغيت نبقى في المدينة. المهم سخر الله، نهار فين سخر الله، أنا الهواية ديالي هو من تقريبا 40 عام هذه هو هذا الحفاظ على هذا التراث المعماري. وبالمناسبه انا ساهمت في انقاذ ديال واحد العدد كبير ديال الديور المعروفين، منهم دار شريفه، منهم دار زليج، منهم اماكن اخرى اللي ديور يعني اليوم فيما يخص دار شريفه يعني واحد المحل حنا كنديروا فيه امور ثقافيه تقريبا لمده 24 سنه هذه. الوغ مني سخر الله وعاود خديت هذا الرياض هذا، قلت اشنو شي حاجه اللي نعاود نضيف لهذاك السجل ديالي مع الاحياء التراث ديالنا اللي كنعتز به بحال بزاف المغاربه من طبيعه الحال. الوغ جات الفكره ديال انا كنت مشيت لليابان، كنمشي للانجليز، كنشوف هذاك التقاليد ديال هذوك الشعوب مع اتاي لها اي دار دخلت لها الا تيكون اتاي بالقواعد ديالو الى اخره. وكنشوف هاد السنين الاخيره مع السياحه مع بعض التغيرات سميتو اتاي يعني ولا بحال شي حاجه يعني ارتيفيسيال. في الوقت اللي اتاي كانوا عنده القواعد ديالو والصينيه والرباعي والمجمر والمقراج الى اخره، والطبايلي اللي كيصاوب اتاي كان ان سبيكتاكل. دونك هنا فين جات الفكره وقلت نحيو هذا الرياض هذا ونعملوه دار
يعني ممكن الناس يجيو يشربوا فيها أتاي اللي بالخاصيات ديال كل جهة من الجهات 12 ديال المملكة المغربية. نعم في هذا الإطار سيدي عبد اللطيف، يعني أنتما يعني حددتوا في الجهات المملكة وكل جهة تتعرف بالأتاي ديالها، يعني أنا كما يعني لمست يعني كاين أتاي ديال القرنفل، كاين أتاي ديال يعني مجموعة، يعني وأنا تذوقت تذوقت في هذا الأتاي الزعفران، يعني الفكرة يعني هي كيفاش يعني أنا طيحت الفكرة وأنا باش تستمرها. هذه المسألة هذه وضعتي واحد السؤال جميل سيدي بازين، هو أنه واللي جميل في هذا الشيء كله هو كاين واحد لا ترانسميسيون، كاين واحد الاستمراريه. بنتي قرات في الانجليز في الامريكان، ولدي قرا في الانجليز وخذوا لي ديبلوم ديالهم وجاو، وهاد القصه ديال اتاي راه ماشي قصه ديالي بوحدي، هي انا والاولاد ديالي وساره وطريق تقريبا واحد العامين ديال البحث في هاد الامور هذه. يعني هنا من جا فين انا كمغربي ما عمرني عرفت ان اتاي كيدار فيه القرنفل، ما كنتش نعرف اتاي، كنعرف اتاي ممكن نديروا فيه الزعفران ولكن العلك الى اخره. دونك هادو كلها بحث، وهذا البحث هذا هو اللي خلى اننا نشوفوا يعني هذوك الطرق كيف كان كيتصوب اتاي في هاد الجهات ديال المملكه المغربيه كلهم من طنجه حتى القويره، يعني وتبين انه بالاضافه لاتاي والنعناع، يعني بعض الاحيان تيكون اتاي والنعناع، بعض الاتاي بعض ما تيكون اتاي، ولكن كيتضافوا له امور اخرى كيف قلنا القرنفل والعلك والمسك وبزاف ديال الامور اخرى كتضاف لكل جهه وهما والخاصيه ديالها اش كيزيدوا مع هذاك اتاي. دونك المهم اللي كان ممتاز هو انه خدمنا على هذا المشروع انا والدراري، والحمد لله احنا دابا يعني في البدايه ديالو، المكان جميل، الرياض بالرونق ديالو وبالمعمار الجميل يعني المعتبر الرفيع، وبالاضافه لهذه الخاصيه هذه ديال اتاي. وبغيت نزيد غير واحد المملحه، ان في الشعوب الغربيه هما كيديروا لي ديغوستاسيون بهذاك بالشراب ديالهم الى اخره. احنا دابا غير في هذه الاسابيع اللي باش بدينا هنا في هذا الرياض كيجيو الناس كل واحد تياخذ كل يعني من كل جهه من جهات المغرب، وكيبداو الناس كيقول لي وشم ودوق، وهذا حنا ونكخيي واحد لاكتيفيتي ديالنا خاصه بنا، واحد لا ديغوستاسيون ديال اتاي ديالنا. سيدي عبد اللطيف، يعني انت معروف عليك يعني داخل اوساط المراكشيه بانك تحيي الاماكن الميته، وهذا جميل يعني والحفاظ على التراث، وكل مكان يعني او كل رياض تتعطيه واحد اللمسه وتتعطيه واحد النكهه وتتعطيه رمز، يعني مجموعه من دار الشريفه فيها الثقافه فيها الطاجين، يعني الان هنا كاين اتاي في دار في رياض 1112، يعني دار اتاي، يعني كيفاش هذه الافكار يعني كيف تنربطها من الواقع ولا منين ولا كيف؟ الو بكل اخلاص انا ما كنقولش راه بدعت شي حاجه، انا الابداع ديالي هو انني يعني القدره الالهيه اعطتني هاد لو دون باش نحاول نحافظ على هاد التراث المعماري ديالنا، وعندنا واحد الكنز في المدن العتيقه ديالنا، وانا لقيت متنفس في هاد الشيء هذا. كاين اللي كيهوى كره القدم، وخا حتى انا كان هو كره القدم، الا انه الهوايه المفضله الاولى عندي هو التراث، وانني نحاول نحافظ بقدر المستطاع على هذا التراث ديالنا باش نمروا للاجيال المقبله. دونك الشغف جا هكذاك، وفي الحقيقه عندنا علاش بنادم يفني حياته، لانه كاين واحد الارث رائع. انا حتى اللي ما عرفش وما فهمش ملي كيشوف الناس كيجيو من العالم وكيفهاو في هذا التراث ديالنا، يعني انا كمغربي ما عليا الا نحاول نساهم في الحفاظ على هذا الارث هذا. جميل.
يعني هذه الدار دار 1112 دار أتاي يعني كان ممكن أنها تكون يعني مكان آخر للأجانب يعني يكون في أشياء أخرى يعني بعيد كل بعد عن التراث ديالنا ولكن تا يعني كان مانع أنه هذا الشخص أو الإنجليزي كما سميته قبل أنه ما يشريهاش وأنه يدير فيها شيء فهو ما هو المانع الذي جعل مرحوم جلول تمام لا الشيء مولاي ناصر مولاي ناصر المولاي ناصر انه ما يبيعش فقط هو باع المولاي ناصر وهذا مولاي ناصر هو اللي حكى لي هذه الحكايه انه كان عنده عنده واحد زبون كان بيقتني الرياض يعني شي تاري من انجلترا الى درجه يحكي لي الشريف مولاي ناصر انه جاب المهندس معماري وجاب الديكوراتور ولكن في الاخر كنظن انا هذا تحليلي البسيط انه هذا الرياض هذا كيف بقيه الرياضات الكبار ديال مدينه مراكش وفاس حتى هو كل رياض كان فيه الروا ديالو وهذا الرياض هذا كان فيه الروا ديالو وكنظن ان الفقيه جلون من نهار ما بقاش حتى جو الناس مع التطور الى اخره ما بقاش حتى جو للروا انه سد هذاك المدخل من الداخل وزاد جوج تراجم على برا وحل هذاك الباب اللي كان ديال الروا رطو مسجد كيصليو فيه الصنيعيه اللي ما عندوش الوقت باش يبقى تيتسنى الامام في بن يوسف يقدر بعض الاحيان تيطور شويه الى درجه المراكشيين هذا الجامع هذا اللي خارج من هذا الرياض مسميونه جامع الزربان يعني تيصلي الانسان باسميتو وكنظن كان هذا هو السبب اللي خلى هذاك الانجليزي ما يقتنيش هذا الرياض هذا لانه كانت عنده هو فكره يدير شي مطعم ولا شي حاجه وخصو يعني لوازم اللي ما يمكنش يكون عنده المسجد في وسط الرياض ويدير وبالنسبه لي انا بما انه عندي الفكره ديال اتاي دونك هذاك الشيء باش ما كانش اشكال اننا نديروا هذا المشروع ديال اننا نخليو الناس يكتشفوا اتاي ديال جهات المغرب كله. سيدي عبد اللطيف يعني ثقافة الشاي يعني أو أتاي معروفة عند يعني أنا لاحظت قبل قليل وأنا ألوج لهذا المكان يعني ودخلت لهذا المكان يعني كاين أنواع النباتات كاين زعتر كاين نعناع كاين الفليو كاين أشياء كثير يعني هذا وعطت الناس هذيك الريحة ضربت لي في نيفي وكأنه شتباتني يعني هاد الأشياء الجميلة هذا غناء من الغناء اللي عندنا في بلادنا وكنمروا عليه مرور الكرام هذاك بما يسمى بالمراكشيه التخالط يعني وحنا هذوك التخالط كل يعني خلال البحث اللي داروا الاولاد ديالي انه كل اتاي كيكون فيه واحد النوع ما كيكونش فيه هذاك التخليطه هكاك بالمفهوم ديال المراكشيين يعني هادو من الحوايج اللي وهنا فين اللي كان جميل هو انه البحث اللي داروا ساره وطارق عطى خرجنا بهذه النتيجه هذه اننا ممكن باش نحاولوا نحافظوا على هذاك الارث كيف كانوا الناس كيديروا يعملوا اتاي في الجهات ديال المغرب. نعم في التجوال ديالنا الرياض 1112 على الأدار أتاي يعني لاحظنا بعض الأواني أواني يعني لها تاريخ ديال أتاي ديال المرحوم سي مبارك يعني مجموعة يعني بغيتك تحدد لنا هاد الأشياء هاد النوستالجيا مادام أن جات الفكرة ديال أتاي خص تكون الفكرة متكاملة يعني أتاي ديال الجهات ديال المملكة كاملين المهم وفي نفس الوقت أنا تقريبا هذه 10 سنين والفوق كانت عندي الهواية أنني كنجمع بعض الأواني ديال أتاي أنا من المغرومين في الفن ديال المعلم بالعربي رحمه الله هذا كان معلم من خيرة صناع المهارة في المغرب يعني هذا كان طبايلي كيصوب الأواني داتاي المجمر المقارج الصواني البرار العماير ديال أسميتو والمهم من جات هذه الفكره ديال اتاي عندي هذه المجموعه هذه وعندي مجموعه اخرى بزاف ديال المغاربه كيعرفوا الاواني ديال اتاي ديال ريشارد رايت اللي كان هذا الانجليزي اللي كان في مانشستر اللي كان لنطاب المغاربه كيكومونديو الاواني اتاي من عنده وبما ان جات الفكره ديال اننا نديروا هذا الرياض 11-12 على القصه ديال اتاي اذا هنا خدينا واحد القبه صغيره ودرنا فيها متحف كيبين هاد الاواني ديال اتاي اللي من صنع المعلم بالعربي وريشارد رايت يعني تبعت الصور
شفت محمد المرحوم محمد الخامس انه تيزور الرواق ديال السي العربي بل بالعربي السي محمد بالعربي وانه تيشوف وهناك حكايات تقول بان بعض الاواني ان في القصر ان السي بالعربي من صانع ديال هو اللي صانعها بحال ديال اتاي البراد تماما تقرب تماما هذا احنا مني جات هذه الفكره باش نديروا المتحف على الاواني اتاي في قلب هذا الرياض هذا كنت تواصلت بالابن ديال المعلم بالعربي سي نجيب وهو عطانا بعض المعلومات منهم هاد الصور اللي عندنا اللي ان المرحوم السلطان محمد الخامس رحمه الله كان في شي معرض وكان وكاينه الصوره فيها السلطان وفيها المعلم بالعربي كان في شي معرض هو كان كيعرض هاد الاواني ديالو منهم بعض الاواني اللي حنا قطانيهم انهم كاينين في المتحف وكاينين يعني من خلال الكلام ديال سي نجيب ابن بالعربي باللي ان سلطان الحسن الثاني رحمه الله كانوا عنده الاواني في القصر ديال المعلم بالعربي ديال اتاي والجميل هو ان بعض الاواني اللي شفناه هو انه كاين من التوقيع ديال السي العربي يعني التوقيع ديالو هذه من بين الخاصيات ديال والذكاء ديال هذا المعلم هذا لانه عاده صنيعيه كيف تنعرفوا لا في المعمار ولا في بزاف د الحوايج ما كانوش يعيرون اهتماما لا للتاريخ ولا للتوقع وهذا المعلم هذا من بين المعلمين القلائل الصنيعيه المهاره اللي الخدمه ديالو كان كيوقعها وهذا يعني هذه الخدمه ديال المعلم بالعربي دابا راه في المغرب كله معروفه وكيبحثوا عليها الناس لأن واحد العمل يعني هو هذا العمل هذا كاينين الأواني اللي مصوبين تقريبا 40 50 عام هذه كتشوف ديك لافينيسيون وديك الخدمة بحال مصوبين باللازر اليوم هما مصوبين غير بالأناميل ديال الصناعي المغربي وهذه دعوة لجميع الباحثين أنه يبحثوا في هذا الصانع هذا الصانع الجميل يعني أنا شاهدت يعني الأواني دياله جميلة والتوقع دياله وهذه دعوة للباحثين باش أنه يبحثوا في السي العربي الصانع التقليدي الذي بصمته في الأواني سيدي عبد الطيب بغيتك تقول شي كلمة أو دعوة للعموم للدرياد 11-12 الو انا كنرحب بالجميع انه بعدا قبل من القصه ديال اتاي هما اننا نجيو نشوفوا الفن المعماري الرفيع ديال الرياضات ديالنا واي واحد يعني من المغاربه ولا حتى الاجانب اللي يعني ما بقاش عنده رياض ولا ما عندوش رياض هذا الرياض مفتوح للجميع ان الانسان ممكن يجي ويجلس يشرب كاس اتاي وحتى غير باش ندير على ثلاثة الخطوطة حتى اللي ما بغاش يشرب لا أتاي ولا ولو يجي يتمتعير بالرياض ويجيب دورة ويمشي الله يعرضه السلامة وهذه دعوة يعني للجميع دعوة مفتوحة للجميع للمغاربة ولغير المغاربة يعني وجود تمتعوا نعم. إلى سمحت السي بازين هذا إرت أن منظمة اليونسكو صنفت التراث ديال المدينة القديمة ديال مراكش تراث عالمي إذن حنا كنفتخروا وكنرحبوا بالجميع يجيو يشوفوا هذا الفن اللي ورثنا على الأجداد ديالنا شكرا سي عبد الطيب وهذه دعوة أو جدد دعوة للجميع المغاربة وغير المغاربة أنهم يجيو يزوروا هذا المكان راه حقا جميل جميل وجو يتمتعوا بأتاي مشاهدين الأعزاء يعني حلقتنا من برنامج بودكاست كلامكم وهذه أولى حلقات هذا البرنامج أرجو أن تستمتعوا بهذه الحلقة وتستمتعوا بعبق التاريخ وبعبق روائح أتاي وتخالط كما تقول المراكشيين وإلى اللقاء في حلقة قادمة